الحكومة تعلن عدن مدينة منكوبة. ما الذي سيترتب على هذا الإعلان؟ ما الذي قدمته الحكومة والمنظمات الإغاثية للمتضررين من السيول؟ وكيف يؤثر الصراع بين الحكومة والانتقالي على أداء الأجهزة الرسمية في عدن؟ أهلا بكم. أعلن رئيس الوزراء معين عبد الملك محافظة عدن مدينة منكوبة بعد موجة السيول الجارفة التي اجتاحت المدينة خلال اليومين الماضيين. وكانت السيول التي نتجت عن المنخفض الجوي بعدن قد تسببت بمقتل 7 مدنيين وإصابة العشرات، بالإضافة إلى تهدم عشرات المنازل وآلاف الخسائر في الممتلكات. كل هذا الدمار لم تلتفت له الأجهزة الرسمية والجهات المعنية. تظهر المدينة بلا حام في ظل صراع بين الحكومة والانتقالي تسبب في إصابة عدن بالشلل وتشتت المسؤولية بين الطرفين منذ انقلاب أغسطس الماضي. ماذا عن دور المنظمات الإغاثية وتدخل دول التحالف الإنساني؟ وهل سيكون للحكومة تدخل عاجل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في عدن وجبر ضرر المتضررين؟ أعلنت الحكومة العاصمة المؤقتة عدن مدينة منكوبة بسبب حجم الخراب والخسائر الهائلة في الأرواح والممتلكات التي خلفتها السيول خلال الأيام الماضية. رئيس الحكومة معين عبد الملك دعا في تغريدة عبر تويتر الدول ومنظمات الإغاثة إلى مساعدة حكومته في مواجهة الكارثة واحتواء آثارها المدمرة على حياة وممتلكات المواطنين. عبد الملك أشار إلى أن الشلل الذي طال مؤسسات وأجهزة الدولة منذ أحداث التمرد في أغسطس الماضي وسيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي على المدينة أضعف قدرة الأجهزة الحكومية وفاقم العجز في فعالية مواجهة ظروف طارئة مثل هذه. السيول أغرقت أحياء عدة وأوقفت كل مظاهر الحياة، ويتوقع أن تكون مؤسسات حكومية قد تضررت، ومن بينها إرشيف السجل المدني الذي يعود تاريخه إلى منتصف القرن 19. وأظهرت هذه السيول مدى كارثية الحال الذي تعانيه المدينة التي يتصارع الجميع للسيطرة عليها، وحين تغرق يتبادلون الاتهامات ويحمل كل طرف المسؤولية على الطرف الآخر. وعلى الرغم من تكرر كوارث السيول، لا تبذل الجهات المختصة من الجهود ما يكفي لتجاوز الكارثة، وتستمر الأخطاء المسببة للكوارث كالبناء في مجاري السيول، وبالتالي تحويل طرق مياه الأمطار باتجاه الأحياء السكنية التي كانت بعيدة عن هذه الأخطار. إعلان الحكومة لمدينة عدن كمدينة منكوبة هو الآخر عُمل من قبل ناشطي المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً بنوع من الكيد السياسي، وبدلاً من الاهتمام بمعاناة الناس والتوقف عن عرقلة مساعي إنقاذهم، واصل هاني بن بريك نائب رئيس المجلس هجومه على الحكومة التي سبق أن قاد ميليشيات لطردها من عدن في أغسطس الماضي، محملاً إياها مسؤولية الوضع القائم رغم أن الحكومة لا تتواجد في المدينة. إذن مشاهدينا الكرام، في هذه الحلقة سيكون معنا أيمن الحداد الناشط في منظمات المجتمع المدني عبر الأقمار الاصطناعية من عدن، وسينضم معه آخرون خلال هذه الحلقة. بداية مساء الخير أيمن. مساء النور. أهلا بك أيمن. ما هو حجم الضرر جراء استمرار السيول في عدن؟ الضرر كارثي إلى حد كبير. غرقت الكثير من الأحياء في مديريات الشيخ عثمان، في مديريات كريتا، في مديريات المعلة، مديرية التواهي أيضا. كريتا كانت الأكثر تضررا. تضررت أيضا مخيمات النازحين بشكل عام في عدن والكثير من الأحياء الشعبية، بالذات في مديرية الشيخ عثمان والمنصورة. بعض البيوت تهدمت كليا وبعض البيوت جزئيا. حجم الضرر كان كبير للأسف، والوضع مأساوي في عدن. نعم، هل هناك أي تحرك للجهات الرسمية لإنقاذ المواطنين أو التخفيف من أضرار السيل؟ حجم التدخل الحكومي هو لحد الآن محدود. جزء من هذا السبب عدم وجود الآليات الكافية مع السلطات المحلية، عدم وجود الترتيب الكافي. أيضاً الكارثة جت على حين غفلة، لما يكون أحد يتوقع أنه قد تكون هذه حجم الأضرار. صحيح أن الأمطار كانت سبب مشكلة في عدن خلال السنوات الماضية، بالذات من 2015 إلى اليوم، لكن هذه المرة فاق الأمر كل التصورات، حتى الحكومة لم نراها إلى الآن متواجدة.
نعم، يعني حتى الآن رغم إعلان عدن مدينة منكوبة لم يعني فقط هناك الإعلان، لم يكن هناك أي تحرك حقيقي على الأرض. حتى إذا تجاوزنا موضوع الإعلان، أعتقد أن حجم التحرك الحكومي أو حجم تدخل السلطة المحلية سيكون ضعيف. لماذا؟ ما تمتلكه السلطات المحلية أو الحكومة من الآليات ومن القدرات لا يلبي الحجم الذي حصلت، لا يلبي حجم الكارثة التي حصلت. نعم، ماذا عن دور المنظمات في الإغاثة؟ هناك يعني كارثة حقيقية، وهناك العديد من الناس فقدوا أرواح أحبتهم وفقدوا ممتلكاتهم، وبعض قلت بأن بعض البيوت تدمرت كليا. أين هي المنظمات الدولية أو المحلية؟ لم يتدخل أحد، حتى تلك المنظمات التي كانت تعلن سابقا مثل الهلال الأحمر الإماراتي أو البرنامج السعودي لإعادة إعمار اليمن، تقديمهم للآليات، تقديمهم للمعونات، لم نجد منهم أي تحرك. فجأة تبخرت كل الآليات التي كنا نسمع عن قدومها خلال السنوات السابقة. الشباب في الميدان يقول أنه لا توجد غير عدد محدود لا يتجاوز 20 شفاطة داخل عدن كامل، بما فيها 6 شفاطات للبرنامج السعودي وهي شفاطة صغيرة للمياه. كأن المنظمات الدولية فجأة اختفت، وكأنما قدمته خلال السنوات الماضية لم يكن سوى كلام. نعم، إذن حاليا عدن قائمة بجهود شبابها في كل الأحياء، هذا الذي لاحظناه أيمن، يعني هذا الذي لاحظنا فعلا هم الشباب. يعني أتفق معك بأنه ربما لم تكن هناك يعني إمكانيات لوجود مثل هذه الأمطار الكثيفة في عدن أو تحضيرات مسبقة، ولكن يعني تحدثت أنت عن جهود الشباب، كان على الأقل تنزل يعني فرق من السلطة المحلية، من صندوق النظافة، من يعني الطرق والعديد من الأماكن كان بإمكانهم النزول إلى الشارع ومد يد العون مثلهم مثل هؤلاء الشباب. نعم، كان النزول، لكن ما رأيناه لحد الآن في كافة المديريات لم يلبي حجم التطلعات، لا يلبي ما يمكن أن نسميها سلطة محلية أو أجهزة سلطة أو أجهزة دولة. حتى أمن عدن، حتى الحزام الأمني شارك بمساعدة المدنيين، لكن كانت كأن هذه كلها حملات أما للاستهلاك الداخلي أو للإعلامي أو عن استحياء. رغم ذلك أنا أعتقد أن حسن النية موجود لدى الجميع، الجميع حب أنه يساعد سواء من السلطة المحلية أو من الهيئات الأمنية أو غيرها، لكن كان هناك نوع من التخبط، لا أحد يعرف ماذا يقدم أو ماذا يفعل أو ماذا يتصرف. هل سيفيد عدن إعلانها مدينة منكوبة أيمن؟ شخصيا لا أعرف، ما نحتاجه الآن أن نعرف أن عدن فعلا هي منكوبة. خلال الفترة الماضية تعرفين أن نحن نحن على أعتاب يومين من شهر رمضان، معظم الأسر كانت قد اشترت قدرت أن تجمع مواد رمضان وهكذا والمواد الغذائية، معظم الأسر تلفت الأشياء أو المواد الغذائية التي كانت ستقابل فيها شهر رمضان. نحن في وجه كارثة حقيقية، 80% من السكان في عدن لا يمتلكون ما يكفيهم من حاجتهم الغذائية في رمضان، هذا ناهيك عن العشرات أو بالأصح الآلاف إذا حسبنا النازحين ومقيمات النازحين التي تعرضت لهذه الأمطار. نعم أيمن، يعني أين الأموال التي رصدتها الحكومة؟ كان هناك توجيهات من الرئيس هادي برصد مليار ريال مبدئيا لإغاثة المتضررين، هل وصل أي شيء؟ في الحقيقة أنا لا أعلم، هذا السؤال يوجه أيضا للحكومة ويوجه للسلطة المحلية ويوجه للهيئات الخاصة بالحكومة المسؤولة عن تحري هذا الأمر، لكن فعليا نحن كمواطنين داخل عدن لا نرى وجود أي شيء من هذا الشيء. نعم، إذا اسمح لنا أيمن أن ينضم معنا جمال بلفقيه المنسق العام للجنة العليا للإغاثة في اليمن عبر الهاتف من عدن. مساء الخير أستاذ جمال. مساء النور. كنت معنا بالأمس حول جهود الإغاثة تجاه متضرري السيول في عدن، هل هناك أي جديد خلال هذا اليوم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين، نحييكم ونحيي مشاهدينا الكرام.
طبعا اليوم بدأت اجتماع مع عضوية الطوارئ وبرئاسة الدكتور سعد مخبشي نائب رئيس الوزراء لمعرفة الأضرار في كل مديرية. وتم طبعا هذا الجديد ان احنا بدأت نحصر على آثار السيول التي اجتاحت عدن ليلة أمس. طبعا من خلال اللقاء الموجود طبعا يعني بدأ حصر جميع الأضرار اللي تمت في محافظة عدن بشكل عام، وكان نتيجة فعلا وفيات وجرحى، وكذلك الأسباب الأساسية في عملية تدفق السيول. أول طبعا السير هذا يأتي عدن خلال فترات متباعدة جدا، يعني حسب ما قيل أن قبل 30-40 سنة جت سيول بنفس الكميات الموجودة. طبعا عدن محصورة بين جبال في عددها في مساحة صغيرة، البناء العشوائي، كذلك سد مجاري المياه، كذلك الكثير من هذه الأشياء هي غيرت مسار السيل الذي طفحت في خارج عدن، مما أدى إلى هذه الكارثة الكبيرة. طبعا من خلال اللقاء الموجود، نحن في اللجنة للإغاثة عملنا مناشدة في المنظمات الدولية ومركز سلمان ومنسقية اللجنة الخليجية بشكل كامل، وكان في تجاوب معاهم سواء كان منظمات. ونحن في خلال بكرة إن شاء الله سنستلم الاحتياجات بشكل رسمي من محافظة عدن، وسيبدأ إن شاء الله التدخل السريع في بعض الأماكن. طبعا في تدخلات من بعض المنظمات الدولية والمنظمات المحلية وبنك سلمان في شفط السيول ومساعدة السلطة المحلية في مساعدتها لتجاوز هذه المحنة. نعم، ألا يوجد تحرك أسرع من ذلك أستاذ جمال؟ يعني مسألة الاجتماعات ورفع الأوراق والرسمية والبيروقراطية يعني في مثل هذا الظرف، يعني تبقى يوماً أو يوم على دخول شهر رمضان المبارك، والناس حقيقة يعني أغلبهم في الشارع، بعضهم محصور في منزله، يعني لا يفترض أن يكون هناك تحرك أكثر سرعة؟ لا طبعا التحرك كان سريع. بالنسبة لأول حاجة شفت المياه، اليوم عدن خالية من المياه تقريبا في جميع الأحياء، سيارة تتحرك بكل سهولة. البيوت التي تضررت نقلت هذه البيوت إلى أماكن كثيرة في سواء كان في المدارس، وبدأت توفير لهم بعض المواد الإيواء من فرشان والبطانيات سلمت لهم. اليوم كذلك يعني رصد مبلغ حوالي السلطة المحلية محافظة عدن التنفيذ بسرعة لعملية يعني دعم هذا المتضررين السيول، وكذلك لإعادة الحياة بشكل أكبر لهم. يعني الإمكانيات الموجودة في السلطة المحلية ضعيفة جدا، فوق هذا كله قدرت تتجاوز المحنة اللي جت في كرة السيول والتي غير متوقعة. يعني هي السيول أجت في طريقة يعني الكل مسؤول عنها، وطبعا التكاتف الأبناء عدن وتكاتف الكل في هذه الكارثة هي ساعدت كثير في عملية التخفيف بشكل أكبر في هذه الكارثة. نعم، إذن ما الذي يمكن أن يقدم خلال هذه اليومين أستاذ جمال لهذه الأسر التي نكبت حقيقة؟ طبعا هي بتكلمهم مبالغ مالية لتجاوز المحنة، بيحاولوا أنهم يرتبوا وضعهم في عملية المساكن التي تدمرت. طبعا حتى الآن حصل الأضرار بشكل كامل، في تدخلات من المنظمات الدولية وكذلك من مركز الملك سلمان ومن التحالف العربي بشكل أكبر. طبعا المواد الغذائيه بتوزع في كثير من يعني حوالي 10 سله غذاء، مركز سلمان هو تقريبا بيوزعها في رمضان، في كذلك بعض المنظمات مختلفه. يعني اعتقد ان في تحرك موجود
بشكل اكبر. نعم، إذن يعني دعني اسال يعني الاخ ايمن الحداد هو احد الناشطين في منظمات المجتمع المدني عن هذه التحركات. استاذ ايمن، هل لمستم اي تحركات مما ذكرها الاستاذ جمال؟ اتمنى انك استمعت اليه. يعني هل المدينه اليوم خاليه من السيول وتم يعني تصريفها تماما؟ هل بدات تنزل اللجان لحصر الاضرار؟ طبعا اعتقد انه على الاستاذ جمال انه ياخذ لفه في المدينه، يذهب الى المناطق زي عمار المختار، زي خط التسعين، يحاول انه يدخل في مناطق الشيوخ عثمان الداخليه، في مناطق زي السيله، زي المحارق، زي سيسبان، زي مناطق دار ساعد، زي مناطق البساتين، وبيلاقي انه ما زالت البيوت لحد الان كثير من البيوت غارقه. اذا كان نتكلم عن الشوارع الرئيسيه في المحافظه فهي في بالتاكيد شفطت واصبحت نظيفه ولامعه، لكن نحن نتكلم عن المناطق السكنية وليس على الشوارع الرئيسية. الأستاذ جمال أيضا تكلم عن وجود 10,000 سلة غذائية سوف توزع في رمضان، هذا ما اعتدنا بكل عام تقريبا كان موجود وكانت النسبة أكبر. عدن لا تحتاج إلى سلة غذائية، عدن تحتاج إلى شراكات وتدخلات حقيقية، تحتاج إلى مشاريع تنموية وليست مشاريع نقرأ عنها في الإعلام، سواء من برنامج أو سواء من هلال هناك أو سواء من منظمة هنا أو هناك. هناك تعهدت للمانحين، والاستاذ جمال يعرف انه اي تحرك واستجابه من المنظمات الدوليه لن ياتي في خلال يوم او يومين، لا على الاقل بياخذ اسبوع الى اسبوعين. يعني ايش؟ نحن عارفين ان الان هناك امراض منتشره في عدن مثل المكرفس، مثل الملاريا، هذه المياه واختلاطها مع المجاري ومع القمامات اللي عجزت كثير من المنظمات والسلطه المحليه عن اخذها، ستحول الى كارثه اخرى، كارثه من الامراض. أي أن رمضان هذا السنة سوف يكون رمضان كارثيا من كل المجالات. طبعا نحن لن نفهم جهود أحد، هم يبذلوا جهود، لكن هذه الجهود قياسا على ما نسمعه لا تساوي. أي أن نحن نسمع الكثير ونرى القليل، يجب أن تكون التحركات بشكل أكبر. نعم، إذا أستاذ جمال استمعت لحديث الأخ أيمن، يعني هو لا يقلل من جهود أحد، قال هناك جهود ولكن ما نسمعه أكبر مما هو موجود على أرض الواقع. فعلا عدن الآن ليست بحاجة إلى سلال غذائية تحدثنا عنها ستوزع في رمضان، عدن بحاجة إلى تحرك أسرع، إلى شفط المياه، إلى إنقاذ هذه الأسر التي تلفت ممتلكاتها والتي بعضها محاصر بين المياه. المياه ستسبب كارثة صحية كبرى أستاذ جمال. عمليا التحرك لا زال بطيئا، يعني ومجرد الاجتماعات والمراسلات هذه كلها معناها إطالة أمد المشكلة وتفاقمها. تفضل. عادي أول حاجة الكهرباء كانت مقطوعة، بدأت تعاد في الأحياء بشكل تدريجي. كذلك وزارة الصحة ومكتب الصحة هو عامل خطة عمل في عملية الرشد، كذلك لمكافحة الحميات في خلال الفترة الإدارية خلال اليومين هذه. المياه طبعا شفطت بشكل كبير، أنا الآن تحركت من عدن إلى المنصورة، وكذلك التضرر أكثر في مديريتين، اللي أكثر شيء أو ثلاث مديريات كريتا بشكل أكبر اللي هي بحكم منها محاصرة، والمعلة كان كارثة السيول السابقة، المرة هذه هي أقل. والتواهي بشكل عام، الامكانيات السلطات المحليه ضعيفه جدا يعني، لكن فوق هذا كذلك ان في تحركات حصلت، الناس اللي تشتغل، المصارف المياه تحركت، بدات رفع المخلفات السير بشكل عام، بدات تصفى الشوارع، لكن عمليه نحن بالنسبه لنا من ضمن المقترحات الموجوده كيف يعني المكافحة عملية الكوارث، وهي أول قبل كل شيء، وهي إعادة يعني الدفاع المدني اللي هو يكون متواجد، انه يجب يعني تنشيط عمله من جديد واعطائه الامكانيات الكافيه. كذلك المديريه بشكل عام حسب شكواهم امكانياتهم ضعيفه، تعطى لهم معدات بسيطه لمواجهه اي كوارث طبيعيه في المستقبل. طبعا الوضع الراهن بشكل عام يحتاج تكاتف من السلطات المحليه وبجنبها من ضابط الدفاع المدني ومن ضمنها يعني كذلك المواطنين. المواطنين هي يجب ان يكون عند الموضوع ليس موضوع الكارثه الطبيعيه، طبعا هذه كارثه طبيعيه وطبعا امطار من عمل الله سبحانه وتعالى بيبه، لكن كيف نحن نتلافاها في المستقبل؟ كل واحد له دور،
طبعا نحن نشكر ابناء عدن الذي قاموا بشكل كبير لانقاذ كثير من الناس داخل السيول وداخل الذي تم حاصرتهم. تعمل السلطه المحليه ونحن بالقنوات نعمل بما هو متاح لنا بالشكل ان شاء الله نتمنى ان يكون توصل اليهم. طبعا الاحتياجات كثيره، نحن حتى الاحتياجات كثيره والكارثه كبيره اكبر من الامكانيات الموجوده، لكن ان شاء الله تتجاوز هذه بتكاتف الجميع، ليس كل مسؤول في هذه المنطقه في اي مكان، ان عندما تحصل هذه الحاجات لازم تكاتف واجب، والحمد لله وجود هذا التكاتف من ابناء عدن، من الشباب، من منظمه المجتمع المدني، من القطاع الخاص. شكلت يعني صندوق من القطاع الخاص كذلك لعملية يعني نعم. إذن شكرا جزيلا لك أستاذ جمال بلفقيه المنسق العام للجنة العليا للإغاثة في اليمن. عودة إليك أيمن. أيمن، كيف تتابع يعني ما يتحدث به المواطنون؟ كل طرف يلقي على الآخر باللوم وأنه هو المتسبب في عدم مد يد العون لهؤلاء الناس. من الأطراف المقصودة؟ ما بين الانتقالي والحكومة الشرعية. إذا سألت أي مواطن في عدن عن رأيه بالشرعية والانتقالي فالجميع يشعر أن الطرفين تخلوا عن هذا الشعب. كلا الطرفين يرتكب أخطاء في ظل صراعهم تقود إلى نتائج كارثية. عدم سماح الانتقالي بتواجد الشرعية وتهربه من المسؤولية أحيانا شكل جزء من هذه الكارثة. وعدم وجود حل أو رؤية أساسية ما بين الشرعية والانتقالي في حل خلافاتهم تنعكس سلبيا على عدن. عدن تعيش صراع منذ 3 سنوات. وهي المتضررة الأكبر يعني. لقد ضاقوا الدفع بالطرفين فعلا. نحن سكان عدن. صحيح. في كل معركة، في كل صراع سياسي، جميع النتائج نتحملها نحن. لماذا لا يقررون الطرفين أن يتكلموا بشكل سلمي، أن يلتقوا، أن يطرحوا شروطهم بشكل جدي، أن يتفاهموا عليها؟ لماذا علينا أن نحن سكان عدن أن ندفع الثمن في كل مرة؟ نحن لسنا منحازون إلى هذا الطرف أو إلى هذا الطرف، نحن أصبحت لدينا قناعة من سوف يعمل من أجل عدن سوف نقف معه أيًا كان. أيًا كان، أصبحت قناعة الناس اليوم تبحث عن الاحتياجات الأساسية، تعبت الناس خلال 5 سنوات وهي كل ما تحلم فيه ماء، كهرباء، بترول، سلام وطعام. هذه أصبحت الأشياء الأساسية التي يحلم فيها المواطنون. لم تعد لدينا أفكار، لم تعد لدينا إبداع، لا نشعر نحن نعيش حياتنا أساسا في هذه المدينة. كأن نحن نترقب كل مناسبة جديدة لنموت فيها. ولكن للأسف لا أحد يعنى بكل هذه المشاكل الحقيقية التي يعاني منها أبناء المدينة. هم المتضررون الحقيقيون وهم من يدفعون ثمن كل هذه الصراعات. حين تحدث مثل هذه الكوارث الطبيعية، ربما يعني هل تعتقد أنها قد تضع الطرفين في مواجهة حقيقية لما تحتاجه المدينة؟ الآن الجميع تعرى عمليا أنه لم يقدم شيء لعدن. على عكس، أنا أعتقد أن إذا الطرفين يمتلكون قدرا كبيرا من العقل، وفعلا يوجد أشخاص عاقلون في الطرفين وأشخاص يكون لهم كثير من الاحترام، يمكن أن يعززوا هذه الفرصة للعمل ما بين الشرعية والانتقال، يعني يعملوا على شراكة حقيقية، أن يقدموا نفوسهم كنماذج سياسية، كخيارات لهذا الشعب، ليس كخيارات متقاتلين، لكن كخيارات بناء. أمام الطرفين فرصة حقيقية كي يكسبوا قلوب وعقول أبناء المدينة، لكن كأن هؤلاء الأطراف يمتلكون من المستشارين من لا يفقهون هذه الزاوية. لم تعد قلوب وعقول أبناء المدينة يمكن كسبها بالسلاح. لا، أصبحنا نحن ننفر من الطرفين إذا استخدموا السلاح، لأنه كله يأتي، كل هذا ينعكس علينا. نحن الآن نتطلع إلى وجود شراكة ما بين الشرعية والانتقالي. لماذا لا تكون هذا الأمر موجود؟ لماذا لا يبدأوا في العمل معا؟ ما الذي يمنع؟ هذا السؤال أنا أوجهه إلى الأخ عدوس الزبيد. حين يتم تغليب مصلحة دولة رئيس الوزراء. نعم، حين يتم تغليب مصلحة لماذا لا يغلبوا فعلا مصلحة هذه المدينة يعني ربما وابنها. تحدث هذا الأمر، لكن كل طرف يبحث عن مصلحته. أيمن، يعني بداية حديثك حدثتنا عن
أنه عمليا على الأرض لا يوجد إلا المبادرات الشبابية، وجميعنا رأينا هؤلاء الشباب المليئين بالخير والمحبة للآخر كيف كانوا يغامروا بأنفسهم لأجل إنقاذ من تجرفه السيول. ما هو دور هذه الجمعيات والمنظمات المحلية البسيطة والمبادرات الفردية فيما يحدث لعدن؟ والله اللي حامل البلاد هي الشباب، هذول هم اللي حاملين البلاد وهم اللي قايمين فيها. من 2015 إلى اليوم كل المدينة شغالة على المبادرات الشبابية وعلى منظمات المجتمع المدني وعلى الأشخاص المعتنين اجتماعيا من الشباب في المدينة. هذول هم اللي خلوا عدن تستمر. الآن وأنا أتكلم معك في مئات الشباب بالشوارع سواء بالتواهي ولا بكريتا، من أمس معظمهم بلا نوم، والكثير منهم قدم اموال من جيبه، واللي خرج بسيارته، واللي عملوا المستحيل عشان يحاولوا انه يزيلوا حجم الكارثه هذه. فمن 2015 الى اليوم الدور الريادي الاكثر من اي حد، اكثر من اي جهاز، اكثر من اي منظمه مانحه، اكثر من اي مساعده دوليه، هو الدور لشباب هذه المدينه. نعم، إذن وأنت على اطلاع مع هؤلاء الشباب وعلى تواصل، يعني هناك بعض الشباب لم ينم منذ الأمس وهو ينقذ الآخرين، كيف بالأهالي الذين تضررت منازلهم ولم يستطيعوا البيت في هذه المنازل، أين ذهبوا؟ أنا أحد الذين تضرر منزله، اضطررت أن أخرج من منزلي سباحة. الحي الذي أسكن فيها أنا أحد الحي الشعبية في الشيخ عثمان، شهدنا انهيار لمجموعة من البيارات، غرقنا تماما، أصبح الوضع الكارثي. بعض البيوت تحطمت جزئيا، هناك كواخ خشبية انهارت بشكل تام. لغاية الآن ممكن يكون من التعذر العودة إلى المنزل، ما زالت معظم مناطق دار ساعد والشيخ عثمان الداخلية اللي هي معروفة بالمناطق الشعبية متضررة، كثير من السكان نزحوا. أنا أحد الأشخاص مثل ما قلت لك تركت منزلي في يوم أمس، واضطرت أن أنا أخرج بشكل أشبه بالسباحة. الحمد لله على سلامتك أيمن، وإن شاء الله وسلامة أسرتك كامل. إذن اسمح لنا أيضا أن تنضم معنا لينا الحسني، رئيسة منظمة أكون للحقوق والحريات، عبر الهاتف من السويد. أستاذة لينا، ما الذي برأيك سيعقب إعلان عدن مدينة منكوبة من قبل الحكومة؟ أولا مساء الخير آسيا. طبعا للأسف يعني ما قدرش أقول لك أنه هنا نتوقع أي شيء جاد بعد إعلان الحكومة أنه عدن مدينة منكوبة. ما نتوقعش خطوات يعني مهمة يعملوها، لأنه هذه ثاني مرة تتعرض عدن خلال فترة بسيطة لنفس هذه السيول، وإن كانت لم تعلن من قبل أنها منكوبة، ولكن الوضع اللي إحنا شفناه أنها يعني كانت منكوبة جدا. إيش تعريف النكبة أو المدينة المنكوبة؟ إنه أول حاجة إحنا كحكومة برد يساعدوا على تجاوز الآثار، توفير الظروف الملائمة عشان نساعد هؤلاء النساء الناس. الشيء المهم إنه وهذا اللي ما شفناهوش كحكومة، إنه كان من الشيء الأساسي إنها تعمل إنذار للمواطنين بالسيول التي جاءت بالأمطار. احنا شفنا المعلومات مش من جهات رسمية بهذاك الشكل اللازم، الشكل المفترض في مثل هذه يعني المأساة أو النكبة اللي حصلت. احنا نتوقع أنه فقط إعلان مثل الإعلانات السابقة، لأن لحد الآن الحكومة لا ما قدمتش أي مساعدة، لم تتحدث عن خطط الإجلاء، إنقاذ الناس، الخدمات الطبية، البيوت اللي راحت اللي تضررت. حتى إحنا ما شفناش بشكل رسمي الإحصائيات أو رد الصحيح. طبعا إحنا ما نقدرش نطلع الآن برد الصحيح، لكن إحصائيات أولية لعدد المفقودين أو القتلى، لأنه نحن زي ما شفنا أنه في ناس مفقودين، في أطفال ماتوا، في أسر غرقت، وكمان المنازل. ف يعني انا اتكلم مش متشائمه، لكن هذا اللي انا اشوفه انه هي فقط اعلان ومحاولة. نعم، الاشكاليه لينا يعني ان يبدو ان الحكومه ايضا ستعمل بنفس الرتم البطيء، تشكيل اجتماعات، مراسله للمنظمات،
يعني عمليا على الأرض لا يوجد إلا شباب عدن الذي يحاول يعني تجفيف المدينة، يحاول إنقاذ الناس، يحاول تسكين الأهالي المتضررين، يعني ما الذي يمكن يعني أن يقدموه بسواعدهم فقط؟ صحيح 100%. عدن من 2015 إلى الآن هي تعتمد على أبنائها، تعتمد على المجتمع المدني، وإن كان دور المجتمع المدني يعني في ظل هذه الظروف صعب جدا. الشباب زي ما شفناهم بيحاولوا انه يقدموا كل ما يعني ما بامكانهم. الشباب هم من انقذوا الناس، وهذا اللي شفناه بالفيديوهات. الشباب هم من قرفوا المياه، من قرفوا المنازل، انقذوا الاسر. المجتمع العدني، المجتمع المدني، المجتمع العدني هو من يعني انقذ عدن لحاله. اما كدخل كحكومه، وان يعني احنا ما ننساش كمان انه بعض، وان كانت هذه كحاله فرديه مثل المامور مديريه المعلى، هو من بادر وفتح يعني، وهذه تحسب له. وانا متاكده ان هذه بادره شخصيا منه، فتح المدارس للناس المتضررين من السيول، كان اول مسؤول في المجلس المحلي احنا شفناه، وان كان في ناس غيره بس كان هذا هو الشيء الظاهر لنا. كلها طبعا ألزم لك 100% أنها لم تكن عبر جهات حكومية أو شيء، هو تصرفات فردية منهم كمواطنين قبل أن يكونوا في المجلس المحلي أو في الحكومة. لكن مثل ما قلت، مثل اللي شفنا أنه عدن قامت وبتقوم بسواعد أبنائها، ما بيقدروش يعملوا الكثير لأن هذه أشياء ما هيش يعني دول تتصعب عليهم، فما بالك بالأفراد، ولكنهم هم يحاولوا يعملوا قدر الممكن. نعم، ماذا عن التحركات البطيئة للحكومة؟ هل ستجدي نفعا؟ أنا مش متفائلة إنها بتجدي نفعا. كل القضايا اللي تدخل بالحكومة وتعمل اجتماعات فيها أو تشكل لجنات دائما تقول للفشل. بس أعتقد إنه لازم هذه المرة يكونوا قادين أكثر الضغط، لأنه اللي حصل مش سهل، خاصة إن عدن مش منكوبة من الآن لها فترة. كمان إجمال الحكومة للبنية التحتية فترة يعني طويلة، هذا اللي وصلنا لهذا الحال اليوم. سكوت الحكومة، شوفي سكوتها، إحنا نتكلم عن المنازل العشوائية في مجرى السيول، هذا من أهم الأشياء اللي سببت المشاكل اللي سببت انهيارة المنازل في هذا اليوم. يعني هي أيضا عامل كانت من العوامل الفشل اللي ادى للشيء الحاصل اليوم. اما هي كحكومه، سمعنا المره اللي فاتت ان الحكومه رصدت من يعني مبلغ وقدره في هذه المبالغ الى حد الان. اذا كان الى حد الان ما فيش ناس طالوا التعويض من منازلهم في حرب 2015، فما بالك او في السيول اللي فاتت، فما بالك في السيل او الماساه الحاصله الان. فأنا أعتقد إنه الحكومة بتضل على هذا الرسم البطيء، وإن كانت يعني من شخص إلى آخر جهود أشوفها يعني على فردية. الوضع بيقام بفاعلين الخير، وهذا اللي حصل الآن. كمية التبرعات التي بدأت والتي حصلت كبيرة جدا، واللي إحنا متابعين له بالمجتمع المدني، بشباب عدن، بسواعدهم فقط. نعم، إذن لينا ابقي معنا، أعود إليك أيمن. برأيك أين يعني هل ظهر عندكم دور لرجال الأعمال والتجار في إغاثة الناس والمتضررين؟ ظهر الدور رجال الأعمال دائما ما يظهر، وهو غالبا يكون مساند للشباب. حاليا نسمع عن وجود حملة كبيرة، وأن تطلع إلى أن تكون حملة فعلية وساهم بها تحقيق نتيجة، لكن المشكلة الأساسية تكمن أن هذا الأمر سيعود مجددا، هذه السيول ستعود مجددا. موسم الأمطار معروف في عدن أنه يبدأ في شهر مايو، أي أن نحن بنبدأ بموسم الأمطار فعليا خلال 10 أيام إلى أسبوع، وقد تتكرر الكارثة للمرة الثالثة. ستتكرر الكارثة عاما بعد عام، إذ لم يكن هناك تخطيط جيد للمدينة، إذ لم يتم إعادة تدارك الأخطاء، سوف نعود لنقول نفس الكلام هذا عاما بعد عام. نعم، إذن لينا، الحكومة حتى الآن كما قلتي تظهر أنها صرفت مبلغ لإنقاذ المتضررين، هناك تأخير ومماطلة حقيقية في إنقاذ هؤلاء الناس، وشهر رمضان قادم على الأبواب. هل تركن الحكومة على تتابع الأحداث؟ يعني كل فترة تمر البلاد
بكارثة جديدة سيناء الأولى؟ والله أعتقد أنه هذا الشيء الحاصل، لأنه في كل مرة ينشغل الشعب بشيء جديد، بمأساة جديدة، في إحنا لسه مش خارجين من ولازمنا في هذه المعمعة والمأساة، هي فيروس كورونا، واللي لحد الآن يعني إحنا ما نشوفش أي تدخل قد من الحكومة، وقاء السيل هذا والأمطار والمأساة اللي حصلت، وأنشت الناس نوعا ما الخوف او الوباء الحاصل. ومن قبله نسوا الناس السيول اللي فاتت، واللي قبله نسوا الناس المنتظرين بالحرب. فانا يعني متشائمه جدا جدا بدور الحكومه، وهي تعمل على انه مماطله عشان الناس برضه ينسوا الاشياء الماضي. الناس ما تطالبش بحقها، الناس توصل لمرحله انه انا ما بتعمل ليش الحكومه، فأنا ليش أتكلم؟ أنا ليش أعمل؟ وصلوا إنه المواطن إلى درجة إنه ييأس من إنه يطالب بحقه، ييأس من إنه ما فيش حاجة بيعملوها. نعم، أيمن، هل وصل الناس إلى مرحلة يأس بالمطالبة بحقوقهم من الحكومة، برواتبهم، بالخدمات الأساسية التي يفترض أن يتم توفيرها لهم؟ والله نحن ما زلنا نحاول نتأمل الأمل الجيد في الحكومة، ما زالت لدينا أمل. مشكلة نحن مع السلطة ليست لدينا مشكلة كأبناء عدن، نحن نبحث عن من يعطينا نحن حقوقنا، نحن من يعطينا نحن الخدمات، من يعمل لأجلنا نحن. نحن نتطلع إلى أن تدرك الحكومة أن هناك أخطاء تحاول تتجاوزها. نحن لا نلوم حكومة معينة، لا، هذه المشكلة مثلا السيول هي تبعت لعدة حكومات، لكن الاستمرار فيها، عدم وجود معالجة له، يجعل الحكومة الحالية أيضا شريكة مع الحكومة السابقة في هذا الأمر. نعم، إذا عودة إليك لينا. لينا، برأيك أين هي منظمات الإغاثة الدولية؟ أين هو مركز الملك سلمان؟ هل اقتصر جهوده على السلال التي تقدم للأسر من فترة لفترة؟ أين الضجيج المجتمع الدولي في المساعدات التي تقدم لليمن؟ ولكن على أرض الواقع لا نجد حقيقة شيئا. اولا الشيخ رئيس نقول انه نحن العالم كله يمر بازمه وبخوف. اعتقد انه كل دوله الان لها الاولويه لنفسها، لمواطنيها، للمقيمين فيها، بحيث انهم، لانه احنا ممكن نوصل على وضع انه بعض الدول ما تقدرش تكفي الشيء اللي حاصل عنده. فهنا بتلاقي يعني تراجع نوع ما من في تدخلهم في اليمن، وان كان هو كل تدخلهم زي ما قلت عباره عن سلال، عن بس السلال، وهذه الحاجات ما تنفعش الان. اوكي، انت الحاجات اللي تقدموها مثلا المنظمات الدوليه، يعني ايش ما تتعداش المنظمات الدوليه، ما يعيدوش البناء، ما يعيدوش ترميم المنازل اللي خسروها. المنظمات، مركز الملك سلمان كله يعني الدعم اللي بيقدموه السلع الغذائيه، بيقدموه وان كان حتى لو وصل الامر الى مال، لكن هذا ما يحلش المشكله. فبتلاقي انه ما الذي سيحلها برايك في ظل الازمه العالميه، في ظل انغلاق الناس على مجتمعاتهم، في ظل كل هذه الاحداث؟ اللي بيحل المساله هذه هي حكومه جاده، حكومه عارفه فين الخلل، حكومه عارفه تحل المشاكل السابقه اللي ترتبت وصلنا لهذه المشكله. حكومه عارفه تضبط الوضع في البلد نفسه، حكومه عارفه تمنع التجاوزات، حتى تجاوزات المنظمات، حتى تجاوزات المنظمات الدوليه، المنظمات العاديه، نقدر نقول انه في تجاوزات. بس هو الشيء الوحيد اللي بينقذ هذه البلد هي حكومته، لانه اي اشياء اخرى تاتي من الخارج هي ليست مستدامه، هي فتره، ويعني هي فتره وهي اشياء نوعيه، وهي شيء ما تحلش المشكله بغض يعني بغير انها تساعد على انه الانسان
يلقى بعض الأشياء الناقصة التي تنقصه فقط، لكن هي لا تحل المشكلة أبدا. حتى وإن كان تدخل المنظمات ومركز الملك سلمان يعني بدرجة كبيرة، لكن لا يحل هذه المأساة. إحنا مش مأساة فقط سيول، مش مأساة تضرر في الوقت الحالي، إحنا مآسي مترتبة يعني متراكمة وراء بعض، فهذه لن يحلها إلا حكومة جادة جدا. نعم، إذن شكرا جزيلا لك لينا الحسني، رئيسة منظمة أكون للحقوق والحريات، كنت معنا عبر الهاتف من السويد. عودة إليك أيمن. أيمن، يعني المآسي المتراكمة التي تحدثت عنها لينا واحتياجات الشعب أيضا التي يعني منذ 5 سنوات وهم يصارعون مشكلة بعد الأخرى والذي تحدثت عنها أنت في بداية هذه الحلقة، كيف يمكن مواجهة كل هذه الاحتياجات في ظل يعني عجز العالم عن مساعدة نفسه مع أزمة كورونا؟ وعادة للأسف الشديد اليمن والحكومة تتطلع لمساعدة الغرب في كل ما يحدث لليمن. للأسف هناك نوع من الانفصال ما بين الاحتياجات الواقعية وما تقدمه المنظمات الدولية. المنظمات الدولية عندما تقوم بمساعدة الشعب اليمني عموما أو حتى مدينة عدن، فهي لا تقوم بتطبيق أدنى معية والاستجابة الإنسانية في التعامل. هي تقوم بهيكلة المشاريع بما يناسب سياساتها، بما يناسب أهدافها، بدون نقاش حقيقي مع المجتمع، بدون نقاش حقيقي مع المستفيدين. أي أن العملية هي عملية فقط إنفاق للأموال، ليست بقدر تحقيق استفادة، لكن فقط من أجل عمل مشاريع تقوم بإنهاك أموال المانحين. ما يجب أن يحدث حقيقة هو أن يكون هناك جهاز أو منظومة للعمل مشترك ما بين الشعب وما بين السلطة المركزية والسلطة المحلية والجهات المانحة، أي أن تكون هناك خطة سنوية بما يشبه الخطة الموجودة وهي خطة الاستجابة الإنسانية، أي أن تكون هناك خطة محلية لمدينة عدن ولكل المدن الأخرى مصممة ما بين السلطة المحلية وما بين المانحين وما بين المواطنين نفوسهم في المدينة، وأن تلتزم المنظمات الدولية والمانحة التي جاءت حسب تعهدات المانحين بالعمل على هذه الخطة وليست بحسب الخطط التي تراها هي الأنسب لها. نعم، إذن أيمن، ما هي رسالتك لمن توجهها وأنت تتحدث باسم العديد إن لم يكن أغلب شباب عدن الذين عاشوا فعلا هذه المأساة؟ عدن تستحق الأفضل، عدن تستحق أن تعملوا من أجلها، تستحق أن يكون هناك مشاريع حقيقية. لا نريد سلال غذائية، والعشرات والآلاف قبلي من شباب عدن قالوا لا نريد سلال غذائية، لا نريد أموال، نريد التنمية حقيقية، نريد مشاريع بنية تحتية ونحن قادرون بالنهوض بهذه البلاد. لا نريد إحسانا، نريد شركاء حقيقيون وجادون سواء من المنظمات الدولية أو سواء من التحالف، نريد التزاما حقيقيا من الحكومة، ونريد تعاملا جديا من الانتقال والحكومة مع هذه المدينة. لقد ذقنا درعا في هذه المدينة من كل ما يحدث. نعم، نسأل الله لكم السلامة أيمن ولكل المتضررين الذين يعانون حقيقة الأمرين في ظل غياب الجميع عنهم. شكرا جزيلا لك أيمن الحداد، الناشط في منظمات المجتمع المدني، كنت معنا عبر الأقمار الاصطناعية من عدن. الشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، إلى أن ألتقيكم في مساء يمني جديد، كونوا برعاية الله وأمنه.